كريم جون يزعل اللي دخل فينا ولكن لا يصيبنا بالإحباط. طبعا يعني النقطه اللي انا شايفها غريبه شويه ان حته ان احنا من ساعه من الماتش ما انتهى سايبين امور كتيره وبنتكلم على هدف الوداد بس، مع ان ده ماتش من احلى الماتشات اللي عملها النادي الاهلي. الشوط الاول احنا عملنا الشوط الاول واول اول 20 دقيقه من الشوط الثاني، يعني خمس دقائق بالظبط. لا وخمس دقائق، خمس دقائق بعد الجون احنا مضيعين ثلاث فرص. ايوه صح، بعد الهدف الثاني صح. يعني الوداد من كتر ما هم مش مصدقين النادي الاهلي بيعمله، بعد الهدف الثاني عملوا 3 ميس باس قدام منطقه جزائهم صح لوحدهم، يعني من غير ضغط من غير اي شيء. لا الاهلي عمل مباراه غايه في الامتياز، ربما يعني زي ما كان سامي دلوقتي بيتكلم عن نقطه مهمه، نقطه تقسيم المباراة. ربما كان يعني ينقصنا بعض النقاط الخاصه بالحته، ولكن الغريب يا كابتن اسلام طبعا احنا اكيد سيناريو الماتش يديك الاحساس ان انت عندك قدره انك تقضي على تنافسيه على اللقب هنا خلاص. ماتش العوده هيبقى مجرد، مع كامل الاحترام طبعا نادي الوداد، والله يعني نادي محترم ونادي كبير ونادي عنده جماهير كبيره جدا وعنده لعيبه خبره بصراحه برضو يعني، لكن بصراحه فنيا كان في فجوه، فنيا في فجوه في السرعات، في السرعات في فجوه، في التاكتكس في فجوه، في الهجمات في فجوه، في حاجات كتير قوي بصراحه. لكن خليني اقول لك انه الجمهور بيقول ايه بقى في النقطه دي تحديدا. صح كلامك فضل. صح وكلنا شايفينه فضل. ولكن في النهايه النتيجه كام؟ 2-1 بالظبط. بس يعني في الاخر وهناك لو جاب فيه جون والماتش خلص 1-0 كسب البطوله. صحيح صحيح. اللي انت بتقول اقل واعمى صحيح، لا خلاف على هذا. واحنا بنحترم نادي الوداد حتى لو هو مش في كامل حالاته، وبصراحه فاندن بروك المدير الفني البلجيكي مدرب محترم للغايه. انا في وجهه نظري فريق الوداد لو كان كمل بنفس بنفس سياسات جاريدو، وكان جاريدو كمل معاهم لماتش سان داونز، كنت اشك تماما ان هم يقدروا، لان فعلا فاندن بروك التكتيك اللي حطه لسان داونز هو عامله معانا يعني ماتش العوده. هو بالظبط هو كوبي وبيست، هو راجل عارف قدرات فرقته وعارف ان هم ما يقدروش ينافسوا النادي الاهلي في السرعات وما يقدرش يجاري، فضل يلعب على فرصه واحده وبدا النهارده. خلي بالك برده في المؤتمر الصحفي مكمل الماتش، بدا يدي كولر بعض المسجات وبعض الكلام عشان يبدا يحول المباراه لمباراه تنافسيه خارج الملعب، عايز يدخلنا في الجيم النفسي بتاع كل سنه. انا بشوف لا احنا برضو نقطة مهمه لازم، والجمهور طالما ان في سوشيال ميديا فالجمهور هو عنصر مهم فيها وعامل مشترك، وهي ان انت ما تحاولش ان انت تزيد في تصدير الاحباط. لا 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 اوكي طبعا نبقى اليرتد نبقى مركزين وكل حاجه ومفيش مشكله، لكن لا لنغمه الاحباط دي، ده خطر جدا، خصوصا ان احنا في الاركايف اللي قاله سابق من شويه عندنا مواقف اصعب من دي. انا مع كامل احترام انا ما زلت لغايه النهارده فاكر بعد نهايه اول ما حكم صفر ماتش الذهاب قدام الصفاقسي 1-1 بتاع لما بلاسي جاب فينا جون التعادل، والله يا كابتن اسلام الاستاد الناس خارجه بتعيط، لان ساعتها كان الجيل بتاعكم كان ادى ايحاء الاهلي هيخسر البطوله. الاهلي قبل البطوله بتاعت رادس البطوله الوحيده اللي جيلكم خسرها هو كاس العالم انديه في اليابان 2005، بس دي البطوله الوحيده اللي خسرها. سوبر مصري كسب، سوبر افريقي تكسب، دوري ابطال افريقيا كسبان، دوري مصري كاس مصري كسبان، كل حاجه بتكسبها، فالناس ما صدقتش ان في بطوله انت هتخسرها. ولكن رغم ده جوزيه انا فاكر وحضرتك طبعا اكيد كنت حاضر الموقف ان جوزيه دخل اوضه لبس نادي الصفاقسي. قلت جوزيه وانا وعماد نحاس تقريبا او شادي ووائل وتريكا، احنا يعني كان عندنا القدره ان احنا نقعد نزعق في اللعيبه، نزعق بينا وبين بعض في بعض يعني احنا بينا وبين بعض كلعيبه، ان احنا نقعد كلنا ما حصلش حاجه وهنكسب هناك، هو في ايه؟ انا مع مجموعه وبركات مجموعه وتريكه مجموعه وجمعه او شادي مش فاكر مين فيهم مجموعه وعماء، يعني كل واحد خد شويه كده. بس احنا اللي كان عندنا القدره في الوقت ده ان احنا نزعق كده. وكان في موقف حدث ان جوزيه بعد نهايه المباراه احنا سمعناه بقى والصوت والاحتفالات اللي بقى فاكرينه بيتخانق بالظبط. هو تعمد طبعا. هو تعمد حتى انا فاكر لغايه النهارده انا كنت في ماتش تونس، انا سافرت اغطي المباراه ليلا كوره، انا فاكر الفريق سافر يوم الاربعاء وجوزيه بمناسبه يلا كوره كمل بس وجوزيه يوم الاربعاء واحنا لما وصلنا تونس الصبح خد قرار ان في تمرينه بالليل في الملعب الفرعي للمنزه، وخد الفرقه ولسه في يوم السفر وراح مره، فمين اللي جاله؟ الصحفيين التوانسه جم عشان يسالوه سؤال واحد، انت ايه علاقتك بنادي الصفاقسي وهم بيحتفلوا في اوضتهم؟ انت رايح لهم ليه؟ وهو تعمد وكان ذكي جدا ان هو يحول الماتش النفسي
مني عليك، وقعد يقول لهم انا فاكر الاجابه بتاعته، احنا هنحتفل بالكاس قدامكم وافتكروا كلمتي وهنحتفل في ملعبكم. وبدا يزيد ويعلي الريتم جدا يعني بكل امانه. احنا طبعا مسافرين وطبعا في امل، بس مش فاهمين هو بيعمل ايه. برضو كان واحد لسه صغير في الميديا ولسه ما تودكش قوي، بس جوزيه كان سبحان الله كان عنده كابتن اسلام كان له دور كبير جدا لما خدت جابت 4-2. لا احنا كمان في يعني في دي البطوله دي بالنسبه لنا كمان مش عارف كانت فرحه مختلفه. يعني انت في الطبيعي خلي بالك ما تلاقينيش انا مثلا واحد من الناس ما بتنططش كده كتير واعمل كتير وبتاع يعني ممكن تلاقي، لكن احنا البطوله دي بالنسبه لنا تحس ان احنا انفجرنا في الفرحه. صحيح. ومحمد صحيح، تشوف محمد صديق بعد هدف هدف تريكه، محمد صديق رايح يدي مسج بتوع الصفاقسي. فكان واضح الفكره في ايه. احنا عايزين نبقى واضحين جدا، وطبعا الامور دي يا كابتن اسلام في 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 الرياضه موجوده، ان انت ساعات ممكن تكسب بالنفسي صح، ما تكسبش بالكوره ولا احساسي. لا الماتش ده نفسي، ان فاندنبروك عارف ان هو في خلال اسبوع وعايز يروح لكده، ما عندوش، هو هيعمل ايه يا كابتن اسلام؟ خلينا نبقى منطقيين واقعيين، خلال اسبوع ايه هو يقدر يعمل ايه فنيا عشان يقلل الفجوه؟ مش هيقدر. لكن هو عايز يعمل ايه بقى؟ عايز ياخدك لسكه بعيده عن الفنيات. عايز طبعا انا متخيل ان هو المباراه الجايه دي اول ما بلاك سيما هيصفر هجوم 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 ويستغل الضغط الجماهيري، يا جماعه نجيب جون، لا قدر الله لا قدر الله لو وصل له مش هيخليك تلعب دقيقتين كوره على بعض. صح وخلاص. ده في وجهه نظري التكتيك اللي هو هيروح لي. فانا اختصارا لكلمتي انا بس عايز اقول لجمهورنا الاهلي والفتره الجايه خلال الثلاث ايام اللي جايين ان شاء الله عايزين نبقى مركزين وكل، بس خلاص ماتش الذهاب مسانده ودعم. ماتش الذهاب كالعاده يعني. في الرياضه النقطه مهمه، لازم الناس تفهم حاجه، اللي بيمارس رياضه طول ما انت عندك وقت انت ما تكئبنيش، انا ما فيش حاجه اتحسمت، وتعلم. انا بقولها تاني اهو، والناس تتعلم من اللي حصل في الموسم ده في حاجات كتيره، كنا بنقعد نهاجم 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 ماتش السان داونز.